حلو؟ تعا تعا لهون تعا. يعني هلأ عن جد خالتي يا زادة بدها تبعتني على دار الأيتام مرة تانية؟ لا ما رح يصير هالشي أبدا. لا أنا ما بسمح لها أبدا. وانت لا تخاف. إيه ماشي؟ اوعى تخاف اوعى. عم يستنوها من ساعة، ما بعرف وين راحت، ما عم لاقيها. لتكون مع عائشة برا؟ لا، سألت عائشة عنها وما بتعرف وينها. اسمع ابني، معقولة تكون راحت على المركز هي وجدة؟ عائشة عائشة خير؟ ليش عم تزمر؟ ليك روح احترم حالك وركب سيارتك. انت روح نادي لمعلمك خليه يجي له ونزل ايدك. خير يا ابني؟ نزعت هدوء أضنى بزماميرك، شو قصتك لسه؟ باع 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 شو عم بيصير؟ لمكانكم يا شباب على السريع. خير شو مشكلتك؟ جاي تهاجم البيت؟ لا أنا مو جاي لهون مشان هاجم بيت حدا، جاي أخذ عائشة وامشي. خبرها تجهز حالها نروح. كأنه عائشة ضلت بالطريق مشان يجي الأستاذ فريد وياخدها. شوف لقلك لا تخليني أعصب ولا تتجاوز حدودك. إذا ما بدك تخبرها فوت أنا باخدها. وليش حتى تروح معك؟ هلأ عرفت قيمتها؟ مين بتكون أنت؟ هذا الحكي مو شغلتك، جاي تتدخل بعلاقتنا شو أنت ما بتعرف حدودك؟ منين جايب كل هالجرأة يا ولد؟ أنا مطول بالي عليك فلا تستفزني. مين أنت يا ابني؟ ها؟ شو بتكلها لعائشة؟ يلا جاوب. قلك أنا؟ ولا شيء. انت ما بتسوى شيء ابدا بعين عائشه، فهم هذا الحكي بقى. لا انت شو دخلك بعين عائشه ولا بعين عائشه؟ الزام حدودك، لا طالع لخلقي روح من هون. لا تعلق معي، فهمت؟ انت عم تسمعني؟ لا تعلق معي، لا تعلق. ليش هربت منك البنت؟ ليش اجت لجقتلنا؟ فكرت فيها شيء؟ ما بعرف ليش بتسلطين على عائشه، بس اتاكد اني الحق شف كذبتكم. شو برايك منكون لها؟ شاهين أفجي بيكون جدا وأنا البطل تبعه. يمكن تتذكر أنقذت حياتها. طلع فيني، أنت بتغار مني من هيك. مين مفكر حالك؟ مين مفكر حالك؟ ها؟ اللي مين بتكون أنت حتى غار منك؟ بتكون مفكر حالك زلمة ولا مالي دليل؟ اللي لشوف أنت مين مفكر حالك؟ وأنا قلت لعائشة وهلأ بقول بوشك إنه هي حركات المنفخة تبعك هي حركات بلا طعمة، تعملها لأنه عندك مشكلة قلة ثقة بنفسك يا أخي. شخصت الحالة؟ شخصتها. ليك أنت بتحكي كتير وأنا ما عندي صبر، فهمت؟ وأنا عم بحاول هدي حالي. حاجة تعمل شي دايق، فهمت؟ لا توتر لي أعصابي يا ولد. حل عني ولا توتر لي أعصابي. بتخاف مو؟ بتخاف كتير. بتخاف تروح عائشة تعشق واحد غيرك ما؟ بس بنصحك ها فريد، نحن الاثنين بنعرف انك ما بتكفيها لعائشة. بدي كسر راسك يا كلب. سكوت، احسن ما تخليني اقتلك يا حيوان. فريد، هذا يلي طلع منك؟ هي هي قوتك؟ مفكر حالك بهي الايد بدك تحمي عائشة وتخليها معك؟ فهمني.
هذا لسه عم تحكي يا كلب؟ شو صار؟ انت منيحه؟ منيحه ما في شيء. خذ هي لك. فريد، فريد واقف، بكفي فريد. فريد واقف، واقف، شو عم تعمل؟ اتركه، انت جنيت، شو عم تعمل فريد؟ ورجيني عم جرحه، عم ينزف. قوم يلا قوم. ايش اتركي هالزلمه، شو عم تعملي انت؟ ضربته، ضربته، شفتك بعيني. انت منيح؟ لا، شوفي عم بنزف وعم ينزف. هذا طليقك عنده مشاكل عن جد، ما بيقدر الواحد يحكي معه كلمتين يا عائشة. لك قديشك واحد واضح وحقير وما فيك شرف ولا يا إلي للشرف. شوف على الحركات لك، تعال. لا حاجة عم قلها، بكفي بقى، روح روح من هون. رح نروح، رح نروح سوا، امشي يلا. هي هي هي، اترك ايد البنت. بعد ايدك ولا اترك ايد البنت. بعد تعي لهون حياتي، تعي نادي له لجدي. يلا بكفي، قلت بكفي. استنى، اهدى لحظة، اهدى، رح نروح ماشي. خلاص خلاص، انتي اهدي، معون سلاح. طيب اهدى، خلاص اهدي، انا هادي. شباب، رح اخذ مرتي وروح، بدني اتحكم بايدك مشان ما. فريد شو عم تعمل؟ استني، ارجع لورا، يلا امشي. عم تخطفني اجباري بالسلاح يعني؟ ايه عم بخطفك. كبي رجعوا رجعوا. قلت لك بتحطهم برا لازم نضل هادي. اتركه، بدها ترجع برجليها لهون بالأهل. لازم عائشة ما تنزح. إليف، وين كنتي يا روحي؟ قلقنا عليك كتير. كنت مخنوقة كتير، طلعت تمشيت شوي، شفتك وانت عم تتخانق، انت خليته يضربك. قديشو هالزلمة واحد معتوه؟ قلك شي، عائشة نفدت منه بأقل ضرر. انت واحد جلده عم يحكه، ولا عندك نية تانية وبدك تكسب ثقة عائشة؟ ليش ليكون عندي هيك نية؟ ما بعرف، ممكن تكون عشقت عائشة، مو ممكن؟ لا إليف، لا تضحكيني من غير شي موجوع. يلا روحي على غرفتك لجيب جهاز الضغط وشوف ضغطك ماشي حبيبتي. يلا يلا يلا.